اكتر حاجتين محتاجين مجهود وتركيز قوي. اولهم كان كان اول مشهد ليا مع منى اللي هو بخش بتهجم عليها وبحاول بحاول اغتصبها وبيحصل مشهد شويه تمثيل في الاول وبعد كده بيقلب بخناقه فيها دب وكسر وبتاع وتعوير واتبهدلنا يعني. وهي كمان اصلا كمان كانت كانت رجليها كانت بتجري حافيه ورجليها وتعورت في ازاز في الارض وعورتني معايا انت كنت خرب بجد لا والمشهد الثاني خناقتي مع مصطفى خاطر اللي هي اللي في الاخر ما كانوا بيضربوا بجد محمود كامل لا والله انا منى زكي بتقول والله كنا بنضرب بجد مش تمثيل يعني لا ده حتى خرج مره طلع له بقبيقه زي بتاع توم اند جيري كده من خبطه انا خبطتها له بالمناسبه هي ايدها تقيله قوي والمصحف الشريف كلمني اكتر عن اللقطه دي اللي انا ما اعرفهاش عن منى زكي هي ضربتني بتضربني بالمسدس على دماغي فالمفروض انه في حركه بتحصل بعد الحركه ديت علشان كاني بتفاداها يعني فعملناها كذا مره في البروفا وكل مره في البروفا تنزل على دماغي يعني في البروفا مختلفة. لدرجه انا صورت كان في بوق الليله طالعه وانا بصور كده مش باينه من الشعر بس انا طبعا حاسس ان في عصافير فوق دماغي انا بيقولوا لي ان ايدي تقيله يعني مش اول مره تسمعي الكلمه دي يا منى السقا كان بيقول لي كده تخيل يعني السقا بيقول لها ايدك تقيله لا لو هو ايه يعني يعني اللياقه لا عارفه هي ساعات الحاجات الصغيره بتلسوع اكتر من لو حجمها كبير فاعتقد ان ايدي حجم المعاناه اللي عشناها يعني كل صغير انا ما كنتش متوقع كده انا خدت اول ما اقسم بالله خدت مره كنا بنهزر وبتاع فخدت في البروفا يعني كده فخدت واحده كده في بطني عملت كده بيقولوا لي كده بجد انا فاكره ان ايدي عاديه ومش بتوجع بس ماشي خليهم ينشفوا شويه ده حقيقي ده حقيقي هي عندنا احنا يا جماعه يعني نجمتنا يعني عمالين نغلط فيها لا بالعكس دي مش حاجه يعني. لازم برضو نجمتنا السينمائيه تبقى رقيقه وكده مع بنحافظ على الصوره الذهنيه عن منى هي كده والله العظيم ثلاثه بس ده ما يمنعش ان ايدها تقيله يعني عادي يعني رقيقه ايدي تقيله ايه اصعب المشاهد بالنسبه لك في الصندوق الاسود؟ انا السيكونس بتاع الاوضه ده بالنسبه لي كان صعب وسخيف في نفس الوقت لان هي مشاهد صعبه قوي وفي نفس الوقت انا بمثل لوحدي بس ودي حاجه بتبقى سخيفه جدا انك تقعدي يومين بتمثلي لوحدك الممثل بيستمد الحاجات من ناخد وهات مع الممثل اللي قدامه يعني مفيش حوار مفيش كلام ومفيش كلام بالظبط فده كان سيكونس سخيف سمكتي حلوه قوي ميرسي والله منى يعني الناس ممكن تفتكر انه المشهد اللي يبقى فيه تفاعل صح بيبين قدرات بس انت عملتي اللقطه دي كويسه قوي ميرسي اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.